أسعد الله مساءكم بكل الخير. وسط تحديات إقليمية ودولية تشهدها الدولة المصرية، تبدو السياسة الخارجية اللاعب الرئيسي والأبرز في كل الأحداث والمناسبات، فثمة صراعات ونزاعات مسلحة وحروب أهلية تحيق بمنطقة الشرق الأوسط في كل من قطاع غزة واليمن والسودان وليبيا وسوريا، وفي القلب منها مصر، ومعها تكون الدبلوماسية السلاح الفعال والقوي لتحقيق المصالح العليا المباشرة للدولة. إن عام 2024 سيمثل امتدادا لمجموعة من التطورات التي شهدها إقليم الشرق الأوسط خلال عام 2023، لا سيما مع استمرار التأثيرات الإقليمية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعرقلة محاولات أمريكية للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية وانفتاح عدد من الدول العربية على سوريا لموازنة علاقاتها مع إيران، بجانب محاولة صينية وروسية للانخراط في تفاعلات الإقليم بعد انسحاب متدرج لواشنطن وضبابية في موقفها بعدد من أزمات الإقليم، فضلا عن استمرار جمود تسوية الصراعات في عدد من البلدان العربية المأزومة. كما ستكون الأزمات الاقتصادية الممتدة إحدى محاور التفاعلات الإقليمية خلال عام 2024. تطورات حرب غزة تنذر بإشعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وهذا سيكون محور حوارنا مع ضيفنا الكريم الكاتب الكبير الأستاذ أسامة دليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. برحب بسيادتك معنا. أهلا وسهلا يا فندم. أستأذنك نبدأ بهذا التقرير ثم الحوار. تفضل. خلال ما يزيد عن 3 أشهر من القتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس وحلفائها في غزة منذ 7 أكتوبر عام 23، تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات حادة من جانب نخب سياسية وإعلامية ومظاهرات شعبية، سواء في الداخل أو في معظم دول العالم، بسبب موقفها الداعم لإسرائيل رغم سقوط 10,000 من الضحايا في الغارات المستمرة للطائرات الإسرائيلية على معظم مدن القطاع. الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل في هذه الحرب سياسيا وعسكريا ربما يخفي عمق الخلافات بين البلدين، على الأقل منذ بداية ولاية الرئيس جو بايدن في عام 2021، وهو ما أكد أيضا على حقيقة كانت قد توارت لصالح مجريات الحرب الروسية على أوكرانيا، وقبلها مجموعة من الأزمات العالمية الأخرى كانتشار فيروس كورونا المستجد والانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وهي أهمية وتأثير مجريات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط على العالم. تعد تلك التغيرات التي خلفتها الحرب الحالية على قطاع غزة بداية لتغيرات أعمق وأكبر لا محالة على وضع منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص بالأجندة الدولية. وإن أكدت على نتيجة واحدة، فإن غزة على صغر حجمها قد أصبحت نقطة التقاء للاهتمام العالمي والإقليمي، مما دفع بالاتحاد الأوروبي باتجاه اقتراح خريطة طريق وعقد مؤتمر دولي تحضيري للسلام للعمل على إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة الإنسانية ووقف الحرب ووضع خطة للسلام القائم على حل الدولتين، وكذا إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وعلى الرغم من عدم فعالية الموقف الأوروبي مقارنة بالموقف الأمريكي من حيث التأثير باتجاه تغيير الموقف الإسرائيلي، فإن التغيير النسبي في المواقف الأوروبية قد يشكل ضغطا على إسرائيل، ويعد هذا التغير فرصة مواتية للدبلوماسية العربية ودول الشرق الأوسط لاستثمارها، وهو ما يحدث الآن لا سيما من جانب الدولة المصرية للدفع باتجاه التوافق الدولي حول رفض ازدواجية المعايير والضغط الدولي تجاه وقف الحرب كخطوة باتجاه إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وليس الاكتفاء بإدارة الصراع كما عكف المجتمع الدولي خلال العقود الماضية. وعلى أي حال، لا يزال من المستبعد أن تنجح واشنطن في إقناع إسرائيل بوقف الحرب أو تحويلها إلى عمليات نوعية واستخبارية في ظل رفض الرأي العام الإسرائيلي نفسه لإيقاف الحرب وفقا لاستطلاعات الرأي هناك قبل تحقيق أهدافها، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس،
ووضع لا يستطيع فيه نتنياهو كرئيس للحكومة الحالي أو أي بديل محتمل له في حالة رحيله عن السلطة الوقوف ضد إرادة الرأي العام على نحو يسمح باستمرار صراع الرؤى بين واشنطن وتل أبيب حول مدى ترابط أو انفصال ملفات الخلافات بينهما. ضيفي الكريم والعزيز الكاتب الكبير الأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. أستاذ أسامة، يعني حرب غزة اللي هي والهجوم البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة يعني تجاوز 100 يوم. مظبوط. يعني كنا نتخيل أن هذه الحرب قد تكون وقتية وقصيرة، خصوصا أن سلوك إسرائيل في الحروب التي خاضتها سابقا هو أن إسرائيل تحب الحروب القصيرة تحقق فيها أهدافها، لا يتعطل الاقتصاد، تعود المصانع والمزارع للعمل مرة أخرى. هذه المرة اختلف السلوك الإسرائيلي والحرب ممتدة ولم يحدث اتفاق على وقف النهائيين لإطلاق النار. في إشكاليتين هنا في الكلام. الأولى أن الحروب عاملة زي ماتش الكورة، ممكن يعني نتفرج عليها باستمتاع في التلفزيون، وبالتالي بيبقى لها مثلا أول ولها آخر، وده وهم لدى الجماهير ينبغي أن نستفيق منه، لأن الحرب حرب. الحرب حرب. ولكن هذه عبارات ماشي. قالها الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قبل حرب أكتوبر. كان هذا زمن والآن زمن آخر. العسكرية المصرية عريقة وعظيمة، والأسماء اللي حضرتك بتتكلم فيها دي أسماء قامات كبيرة. في بحكم الحروب التقليدية في هذا الوقت مصر أنهت هذا العصر. يعني عصر الحرب التقليدية انتهى بحرب أكتوبر. وبدأت الحرب الحديثة، وبدأت طبيعة جديدة للحروب. وديك شايف الحرب في أوكرانيا مثلا، حد يقدر يقول الأمد بتاعها قد ايه؟ محدش يقدر، محدش عارف. نيجي بقى الإشكالية الثانية، إسرائيل تحبه؟ لا، إسرائيل ما بتحبش إنها تاخد حروب قصيرة. إسرائيل مكرهة على إن حروبها تبقى قصيرة، لأن قوام جيشها من الاحتياط، والاحتياط ده يعني الفران والسواق والخباز الحياة بتقف ساعة أما بتبتدي الحرب، وهو المأزق اللي هم فيه النهاردة. إن الحرب امتدت فوق 100 يوم، يعني الاقتصاد بيتشل، يعني الدنيا مشلولة تقريبا. ولكن فيما يتعلق بالموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، تذكر حضرتك هنا يوم 13 أكتوبر بعد الحكاية بأسبوع أو 6 أيام، قلنا كل أطراف هذا الصراع خاسرون قولا واحدا، الكل، بما فيها القضية الفلسطينية، بما فيها إسرائيل ومستقبلها مع السلامة. طيب الشيء الثاني، الثبات الانفعالي، مش لازم يبقى في عواطف. الشيء الأهم من الاثنين دول، مصر أولا وأخيرا. مظبوط. الآن وبعد أكثر من 100 يوم، ونحن حنقفل الشهر الرابع بعد 5-6 أيام أو 8 أيام، السؤال الآن مش مستقبل غزة ما بعد الحرب، لا، مستقبل إسرائيل ما بعد الحرب، ومستقبل الجماعات المسلحة اللي هي عاملة نفسها دولة وهي مش دولة، والتي أصبحت فاعلا دوليا غاية في الخطورة. الناس اللي ما هيش دولة ولا هي صلاحيات دولة ولا تعرف تحاسبها كدولة وجماعة، وجماعة تمتلك سلاح وتستطيع انها تحرق العالم يعني. طيب خير، ايه المشهد اللي احنا فيه النهاردة؟ يؤسفني بقى ان انا اقول كلام يا رب الرأي العام يعني يستقبله. احنا بقينا قدام مائدة أمار. أمار كبيرة قوي قوي. ومن اللاعبون؟ هناك لاعبين كلهم بيلعبوا أمار بقى. واحد بيقامر بالدم العربي الفلسطيني، واحد بيقامر بالصهيونية على بعضها يكشي يخسر، واحد بيقامر بأمن البحر الأحمر، واحد بيقامر بأمن البحر الأبيض، وواحد بيقامر بشرق إفريقيا. إيه في إيه؟ هو في إيه بالضبط؟ وخلي بال حضرتك بقى، اللي بيلعب أمار غيرنا، إحنا يا مصر
لاعب شطرنج. احنا ناس بتوع عقل وبتوع حكمة وبتوع قانون دولي. لاعبين الأمار بقى، إما أن يكسب كل شيء أو يخسر كل شيء. نعم. واحد. نمرة اتنين عنده الصبر، وعشان كده هيكون سنة 24 سنة يقين هتحسم فيها أمور كتيرة أوي أوي أوي. أنا مش ممن يرون أن 24 هي امتداد للغموض الذي شابه 23، لا بالعكس، هيبقى الصورة عندنا من أوضح ما يكون في 24. طيب بتوع الأمار دول وصلوا لحد فين بقى؟ وصلوا 25,700 فلسطيني فقدوا أرواحهم رحمهم الله رحمهم الله، و62,000 مصاب والحبل على الجرار بالعداد شغال. طيب والناحية الثانية ذخائر العالم، ما تبقى من ذخائر العالم وصل إلى إسرائيل، وجسر جوي علشان إيصال الذخائر إلى إسرائيل. طيب والناس يا عيني اللي إحنا في مصر هنا، يعني الناس عارفة في العالم كله الوضع الاقتصادي إيه عندنا، ومع ذلك 80% الرقم ده دقيق من المساعدات التي دخلت والتي تدخل إلى الشعب العربي في غزة هي من مصر، بأموال مصر ومن الشعب المصري، الشعب اللي بيتقال إنه بيشارك في الحصار، الشعب اللي طلع واحد كذاب، واحد إسرائيلي كذاب طلع في محكمة العدل الدولية يتهم مصر بأنها هي اللي موقفة المساعدات. الناس أفتكر شافت اليومين اللي فاتوا دول مجموعة ستات ومعاهم شوية يعني مرتزقة من إسرائيل شايلين الأعلام الإسرائيلية وقاعدين في نقطة تفتيش معبر كرم أبو سالم بيعتادوا على الشحنات المصرية وعلى سواقين اللوريات المصرية علشان ما تدخلش المساعدات. وبالمرة أنا طلبت دايما بضبط النفس والمشاعر والعقل. وبالمرة وجدنا في الداخل من يردد كلام الإسرائيلي. ما هنا سؤال يا أستاذ أسامة، كيف للمصري ألا يصدق المصري ويصدق الدعاية الإسرائيلية؟ لأن معروف الإسرائيليين يكذبون كما يتنفسون، يعني هزموا في حرب أكتوبر يقولك لا إحنا اللي انتصرنا، يعني وبعد ما اللي بيحصل لهم في غزة يقولك لا إحنا برضو وإحنا في حد قدنا. شوف يا فندم، دعني من هنا ومن برنامج حضرتك إن أنا أعتذر ل110 مليون مصري باسمي وباسم الجماعة الوطنية الصحفية في مصر، لأن إحنا لشغلتنا نعطيكم الحقيقة. كان هناك ضلال على سلم نقابة الصحفيين من كام يوم واتقال كلام ما يصحش انه يتقال، ولكن الخطورة ان ده كان بناء على تصريح واحد اسرائيلي، اي ان هذه المظاهرة حركها إعاز اسرائيلي، ولم يذكر اسم اسرائيل في المظاهرة الصغنانة دي ابدا ولا إدانة كلمة اسرائيل، إنما أدين العرب والرؤساء والدنيا والبتاعة ويد العار مصر مشاركة في الحصار. طب إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ بنعمل في نفسنا كده لأن من بيننا من هو صهيوني أكثر من الصهيوني ويتهم القيادات بما فيه. الحقيقة إن في شوية صهاينة أو ناس بتشتغل عند الصهاينة احتلت سلم أشرف مكان وأطهر مكان في منطقة وسط البلد، ما نقابة الصحفيين المصرية اللي شغلانتها أن تعطي الناس الحقيقة. جاء أولئك بواحد كانت شغلته حرق المجمع العلمي وحرق الضباط، وهو أصلا فلسطيني متجنس أحمد دومة، علشان يقول يا دي العار ودي إيه ومصر مشاركة في الحصار، بعدما قال هذا الكلام مندوب إسرائيل أمام محكمة العدل. يعني لما أخذ جاي بإعاز إسرائيلي، يعني جاي تردد كلام الإسرائيلي. طب جت على لسانك كلمة إسرائيل مجرمة، ما حصلش. فأصابع الاتهام مش على إسرائيل، لا على الذات يعني. ودول طبعا ناس عندهم عقد الدنيا، وزي ما قلت مرة أخرى بعتذر عن نفسي وعن الجماعة الوطنية الصحفية المصرية كاملة عما حدث. ومعلش يعني الانفعال برضو ساعات بيعدي حاجات.
طيب حضرتك طبعا عارف قصة المحكمة الجنائية الدولية، لا قصة محكمة العدل الدولية اللي هي في لاهاي والدعوة اللي أقامتها جنوب إفريقيا على إسرائيل، ويعني قالوا إن دي يعني هتدين إسرائيل ويعني هتتسبب أقلها في إحراجها دوليا. على فكرة جه القرار بتاع المحكمة، يعني كما وصلني العدل الدولية 16 صوت مقابل صوت يؤيدون إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية. ويعني في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية قالت إن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع تحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني القصة ان احنا بنقول للناس يعني بلاش كده يا جماعة، يعني يا ريت بس تكونوا لطاف شوية، يعني واحد إسرائيل إيه مش متهمة بالإبادة ولكن متهمة بالتحريض على الإبادة ودي مش تهمة يعني. نمرة اتنين، يعني ما فيش أي قرار بإيقاف الحرب خالص، وحتى لو كانوا اتخذوا هذا القرار ما احنا من بدري عارفين ما فيش قوة تنفيذ لمحكمة، يعني الحكاية كلها إعلام شو. ولما قيل لماذا ما فيش بلد عربي دخلت وبتاع قلنا كلمتين، الأولى أن هذه المحكمة بلا أي جدوى لأنه ملهاش قوة تنفيذ، وحتى لو رفع الأمر إلى مجلس الأمن الفيتو الأمريكي منتظر ما فيش عبء، مش عايزين عبس الفلسطيني صحيح. عايز يأكل يشرب اللي احنا بنعمله يعني. طيب نمرة اتنين بقى وده الأهم، هو أنه المزايدة ما تنفعش. عيب يتقال جنوب إفريقيا ومصر، لا ليه؟ طب يا أخي ما فيش فلسطيني واقف، يعني إذا كان الفلسطينيين ما عندهم محامين ما شاء الله يعني ما، وبعدين اشمعنا مصر بالتحديد يعني ما العالم مليان. فالحكاية ما تتخدش في مجال المزايدة، لأنه كل حاجة بتتخد مزايدة ومكايدة على فكرة. والمنطق ده عفى عليه الزمن وتعفى المقايدة السياسية. احنا بقى في القرن الحادي والعشرين، ارجوك تطوروا شوية بقى يعني محتاجين شوية، بلاش مكايدة بلاش مزايدة، بلاش كلام عبيط ما بيوديش ولا بيجيب، لانه الدنيا اتطورت والزمن اتطور والصراعات اتطورت والفكر اتطور وانتوا لسه على قديمه يعني. طيب هنا السؤال اللي لابد منه استاذ اسامة، ما هو السيناريو القادم بالزبط وسط هذا الذي يحدث من حولنا في كل مكان؟ ده اللي أنا جاي له بقى لأن أنا مش جاي علشان نتكلم في اللي فات، ما حدث الناس كلها شايفاه. ولكن ماذا بعد؟ هذا هو السؤال. واحد، قلت إن السنة دي هي عام يقين مش عام امتداد عدم اليقين. عام يقين يعني حيتبين فيه الخيط الأبيض من الأسود. في أمار والذين قامروا قمروا على دم الشعب العربي الفلسطيني، وده دم غالي قوي قوي، وهو غالي عندي وإذا كان مش غالي عندي حماس ولا عندي إسرائيل فهو غالي عندي وهيفضل غالي عندي ليوم القيامة. أكتر من 25,000 نفس و700 إلى هنا لازم أسأل يعني هو أنه حد بالضبط كفاية كي يتوقف الطرفين عن عبس أنا مش شايف فيه انتصار. نصر إيه يا أستاذ؟ طلبات هذا الطرف مجرد إخراج السجناء أول عن آخر، لا تحرير الأرض ولا تحرير غزة، ده اتخذ منها في شريط حدودي معمول بيسموه غلاف غزة، كيلومتر كامل في كامل الغلاف، يعني 45 كيلومتر خلاص أمرهم قضي فيما يتعلق بالمساحة الكلية اللي هي 365 كيلومتر، أدي 45 راحوا. طيب وما شاء الله هيحصل ايه تاني من اقتطاع؟ اللي خدوا الشمال ما الناس مش راجعه الشمال. طيب وبعدين النهارده في تقريبا 2 مليون في رفح، المطلوب ايه بعد كده؟ ها انهم يتم تهجيرهم الى مصر تاني، هنفتح الموضوع ده تاني بيتفتح كل يوم. كلام حوالين معبر فيلادلفيا ده قمار كبير قوي، فيلادلفيا او محور صلاح الدين كما نسميه نحن، ده قمار كبير قوي لان هتخسر فيه حرفيا اللي انا بقوله، هتخسر فيه اسرائيل مش بس كل شيء، العالم كله هيخسر. استفزاز القدره العسكريه المصريه ده معناه في منتهى الخطوره. وهل تجرؤ اسرائيل على استفزاز القدره العسكريه المصريه وهي مش قادره
يعني تعمل مع الناس بتوع حماس يعني حاجه. ومش كده وبس، مساله الحرب على لبنان قصه وقت. يريدون تعويض الخساره دي بان انا يغزو احقق انتصار على حزب الله بالظبط. وفي نفس الوقت في جماعات زي ما انا ما قلت، هي جماعات بيسموها فاعل دولي من دون دوله، جماعات مسلحه. هذه الجماعات المسلحه بنيت على اساس عدم احترام السيادة الوطنية. ما فيش حاجة اسمها دولة وطنية ولا سيادة وطنية. ومعهم سلاح، والناس دي بتشتغل عند اللي بيدفع من الآخر. فهتلاقي جماعة موجودة في اليمن تتصرف وكأنها دولة، ودي مش دولة، اللي هي الحوثيين مش دولة والله. ويمتلك صواريخ باليستية. وحذرنا من الكلام ده من زمان. صواريخ الجيش اليمني ولا إيران هي الفاعل في هذا الأمر؟ ما هو خلي بال حضرتك، الفاعل الدولي من دون دولة ده بيشتغل عند حد، ده شغلته الحرب بالوكالة. ليه؟ لأنه عادة ما بيفتقر إلى الموارد. فاللي حيدوله مورد هو شغال معه. فأنت مش بس بتقامر بالبحر الأحمر ولا باب المندب، ده انت بتقامر بمصيبة كبيرة قوي. لان الحكاية مست التجارة العالمية كلها والاقتصاد العالمي. اي ستتكالب عليك اصحاب المصالح من كل حد وصوب. الحرب اصلا واسعة من اليوم الاول. ليه؟ لانه وجود حاملات الطائرات من اليوم الاول وسع نطاق الحرب. ولكن ان المسألة تبقى في البحر الاحمر، وان المسألة تبقى في العراق، وتبقى في شرق سوريا، وتبقى في لبنان، أضف إلى ذلك وجود ليبيا وما يحدث في، يا راجل ابن الملك رجع، وفيما يبدو أن في محمد السنوسي، وفيما يبدو أن هناك أفق أنه يعني نحلها بأنها تعود مملكة. هو في ناس بتقول كده، وفي ناس بتقول ده ابن القذافي هو اللي ايه بيهيئ نفسه. ما هو ده واحد ده كمان نزل. وفي كلام حوالين يعني دستور ايه اللي انت بتكلمه فيه وحاجات كده. والسودان هو الدم اللي في السودان يعني أرخص من الدم اللي في غزة؟ ما هو هو دم غالي برضو والله، أرواح بشر أقسم بالله، هو نفس الدم. نعم. والدم اللي في ليبيا هو نفس الدم. واللي في سوريا كان ولا يزال وسيظل نفس الدم. واللي في العراق. طيب وبعدين وبعدين الأمار، حالة الأمار اللي في المنطقة دي لها آخر. ليه بقى؟ لأنك لما بتفقد كل شيء بتروح. الموضوع انتهى، خلصت. من بيده حسم هذه الحالة اللي حضرتك وصفتها بحالة أمار في المنطقة؟ بالضبط، واحد ما فيش حد في إيده حاجة، بقى لسبب إنه كل لاعب أمار حوالين منه كمان ناس منتفعين. نعم. ففي مشجعين يعني. يعني مثلا إسرائيل معها أمريكا. كان معهم الاتحاد الأوروبي، وما تفهمش موقف الاتحاد الأوروبي بدأ يتخلخل شوية على خلفية إن هم بقوا ممزقين بين قضيتين، أوكرانيا ولا إسرائيل. يعني إحنا بنخسر هنا وحنخسر هنا، فها نعمل ايه؟ جوزيف بوري اللي ابتدى يتكلم كلام يبدو وكأنه انسحاب من المواقف الأولى يعني. ولكن ألمانيا لا، لسه موجودة يعني. وزيرة خارجية ألمانيا قال الكلام ما ينفعش يتقال يعني. طيب هذا الوضع له آخر. الآخر هو ايه؟ نفاذ الذخيرة. خلينا نجيب من آخر الشرع خالص. هي. نفاذ الذخيرة عند إسرائيل وحماس الاثنين. ليه بقى؟ الإشكال الكبير بتاع الذخيرة اللي عملته أوكرانيا في كل مصانع ذخيرة العالم الغربي، ما تبقى من الذخائر راح لإسرائيل فعلا. وهناك جسر جوي بدأ من امبارح والأول امبارح لإيصال ما تبقى. فقصة الذخائر بقى، يا ذخيرة حماس يا ذخيرتهم، فحنخلص. ولكن على حساب الدم الفلسطيني. طيب يا ترى الفاتورة دي هتفضل شغالة لحد فين؟ لحد ما تبقى 50,000، حد ما تبقى 100,000، لا قدر الله مليون. ما احنا مفيش شجرة ومحدش عايز ينزل. ومحدش عارف ينزل كمان، مش عايز. محدش عارف ينزل. نتنياهو يريد التمسك بالسلطة ولا يريد محاسبته على جرائم الفساد، وكذلك حماس متمسكة بالسلطة في غزة. مش بساوي المراكز. ولكن بتكلم على تقييم موضوعي في صراع. مش ده مش قادر يرجع، وده مش قادر يرجع. طيب ده عايز ايه؟ انت عايز صفقة تبادل اول عن اخر. هما ايه حكايه الدوله؟ ما مش ده الموضوع. ولو في دوله يبقى انا. طبعا الناحيه الثانيه لا في دوله ولا في حماس ولا في فلسطينيين. انا مش عايز فلسطينيين اصلا. اللي في غزه يخشوا على مصر، واللي في الضفه يخشوا على الاردن. يعني انت عايز تعمل مصيبه واسعه. وبتستفز حزب الله، يعني بتستفز ايران. وامبارح بس
امبارح وزير وزير الخزانه ولا وزير الجنه الازرق ايه عندهم في اسرائيل بيقول من حق اسرائيل انها تضرب ايران، كل صاروخ بيتضرب علينا نضرب زيه على ايران. طب ده انت كده كبرت الحكايه، انت الحكايه وسعت، ما بقتش بس كمان البحر الاحمر والخليج العربي والنفط في العالم والطاقه، الموضوع كبير. انتم تجرون العالم الى حرب عالميه ثالثه فليكن، ولكن في الحالة دي برضو حيبقى حصل اليقين، عرفنا رأسنا وعرفنا رجلينا وعرفنا أننا أمام نظام عالمي قديم انهار حقا وصدقا. خلاص الأحادية القطبية انتهت. ليه مش عايزين يصدقوا؟ طب حكاية النظام العالمي ذو القواعد، ما هو ده وهم آخر. طيب ليه مش عايز تصدق؟ طب انت ليه بتعافر؟ طيب بلاش، طريق الحرير عاملين معاه مشاكل، فطلع فكرة ان احنا ناخد من الهند الى حيفا عبر الامارات في السعوديه في الاردن، فشل المشروع ده فشلا ذريعا رسميا، خلاص ذهب ادراج الرياح. كل ده عشان تعاكس قناه السويس. قناه السويس هتفضل قناه السويس شاء ما شاء وابى ما ابى، وهتفضل شريان التجاره في العالم كله. ده هو كان عنده حلم قناه بن غوريون، يعني عايز يعملها في قطاع غزه بتاع الجغرافيا، ما تقولش ده اصلا ده اوهام. ما لم يكون هيعمل القناه دي بقى كوبري، دي شغلانه ثانيه، لانه برضو نبطل وهم ونرجع للجغرافيا. الجغرافيا هي الحقيقه، الحقيقه اللي ما تقدرش بقى يعني تخبط دماغك فيها. طيب في وسط اللي احنا فيه هيكون فيه يقين، نعم، وفي 24 نعم. طب مصر التي تحاصر بكل هذه الفوضى ستنجو بإذن الله؟ نعم إن شاء الله، وهي تملك مقومات ذلك. ليه؟ لأنها تملك مقومات ذلك. وإذا كانت القضية الآن كلام بقى في الاقتصاد وبتاع الاقتصاد العالمي كله الضرب، أنت لست استثناء، وبقى قدام عينيك زي ما أنت شايف روحك في المراية أنه سبب كتير من مصايبك قلة الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، وأن الأوان إن إحنا كما كنا تاني كما كنا دي مأساتنا ننتج من كل شيء منتصف السبعينيات وحتى وقت قريب. إن الخطأ إن اللي حصل في السبعينيات بنستورد كل حاجة، بنستورد الخطأ اللي حصل ترجع بقى زي ما كنت. حتى السيارة كانت مصري، حتى كل شيء كان مصري، حتى أوتوبيس النقل العام اللي كان بيجري في الشوارع كان مصري، صحيح. الآن ونحترم الصناعة المصرية، ونحترم المزارع المصري، ونحترم كلمة مصري في كل شيء، في أفكارنا، في منتجاتنا، في ذواتنا. احنا مش دون اللي زرع الدونية، هم نفس الكذابين والضلالية اللي وقفوا على سلم نقابة الصحفيين. ده غير الإخوان انتهوا خلاص. كانت حدوتة غزة وحماس أحيت آمال، ده قالك بقى ده المدخل اللي هندخل منه، مش يعني كده ولا ايه؟ الموضوع ده قضي لسبب بسيط، أنا لا أتمنى أبدا أن تهزم المقاومة الفلسطينية، ولكن حماس ليست المقاومة، هم مجرد مقاوم من بين مقاومين، فصائل كثيرة مش كده ولا ايه؟ إنما اختزال المقاومة في ده أنا متأسف، ده تضليل وإضلال. اختزال فلسطين في غزة ده تضليل وإضلال وإجرام. اختزال مصر برضه في كلام فارغ ده مش إجرام، دي خيانة عظمى. فأرجو إن إحنا يعني نفوق لنفسنا شوية، ونعرف والله العظيم إن إحنا شعب محترم وناس نستحق الاحترام، لأنه الدولة الوطنية في مصر هي دولة ذات سيادة وتملك أسباب فرض السيادة. دي اللي أهم بقى، أنك تملك أسباب فرض السيادة. وإذا كان هناك من يريد أن يجرب الدولة المصرية فقد جرب أحدهم، يعني الرجل اللي راح لصومالي لاند علشان بالعافية يعني ينتهك السيادة الوطنية لدولة الصومال، ما لقاش غير مصر، وقضي الأمر وفعلا وحقا وصدقا قضي الأمر. فأنا عايز أقول للمرة الألف أنه اللي احنا فيه آخره هذا العام، نعم سينتهي نهاية مأساوية لأنها نهاية لعبي قمار زي ما أنا ما قلت. واحد عايز المساجين بتوع أول عن آخر. يا أستاذ دي أرض مسروقة، دي أرض محتلة، المفروض أن حضرتك تحرر شبرا. أنا عايز الناس بتوعي. طيب يا أستاذ في حاجة اسمها دولة، دولة للفلسطينيين، ده أمريكا بتتكلم في دولة للفلسطينيين، الاتحاد الأوروبي، إحنا أبدا أبدا. الدين الناس بتوعي بقى. ما فيش حاجة اسمها دولة، ما فيش حاجة اسمها فلسطينيين، ما فيش حاجة اسمها حماس.
زي ما قلت وقفوا على أعلى شجرة. طيب اليوم التالي عند إسرائيل بقى يعني هتخلص الحكاية دي كثيرا قالوا إن إحنا بنتكلم دلوقتي في اليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة. ده بيكلموا على مستقبل غزة ما بيكلموش على مستقبل إسرائيل. وكأن إسرائيل نجت كأن الحرب حسمت وإسرائيل نجت وهتطلع أقوى من مكانها. هذا وهم مطلق. إسرائيل خدت السكة اللي هتتحلل بيها قبل 2048، سكة اللي يروح ما يرجعش بالضبط. التحلل لأن الخناقة اللي كانت دايرة ما بين العلمانيين والمتدينين هتبقى مشكلة فيما بعد ما بين متطرفين ومتطرفين. نعم. وربما الاثنين من طبيعة دينية واحدة مش علمانيين ومتدينين. إسرائيل خدت سكتها نحو المجهول خلاص. هناك من يراهنون على الانتخابات الأمريكية القادمة، وهناك من يقول إن ترامب قادم مرة أخرى إلى سدة البيت الأبيض في الولايات المتحدة، وأن الرجل ربما يستطيع إنهاء هذه الصراعات وإعادة يعني قدر من السلام إلى العالم. حضرتك تقول إيه؟ أنا شايف أنه أمريكا كأمريكا كقائد للنظام العالمي ما بقتش موجودة الموضوع ده وهي مع السلام، بس هم بيعفروا برضو يعني هي في المعفرة. فإذا كان ترامب هيجي في وسط المعفرة لإنقاذ ما تبقى من سمعة أمريكا من خلال عقد الصفقات، لأنه رجل تاجر يعني من خلال عقد الصفقات مش إنما لا أتعشم خير كتير. خاصة ترامب هو الذي أعطى القدس عاصمة لإسرائيل حقيقي. ترامب هو اللي هندس الاتفاقات الإبراهيمية. ترامب لا ترامب ده إسرائيلي أكتر من الإسرائيليين. لا تكون فاكرين يعني إنه بايدن اللي راح وقال ان انا صهيوني ووزير خارجيته قال انا يهودي. صحيح. لا ده ترامب ابشع منهم يعني. فلا ينبغي طبعا ان احنا نمشي ورا شويه اوهام، خاصه بقى اذا كان في دماغك لسه وهم اسمه امريكا. لا امريكا زيها زي بريطانيا، امبراطوريه كانت موجوده وغربت، دي كمان في طريقها الى الغروب، وهناك نظام عالمي جديد سنراه راي العين في 24 مش 25 ولا 26، سنراه راي العين في 24، لانه هتبتدي التصدعات الحقيقية تكبر، وهيبتدي فك الارتباط ما بين الشرق والغرب يظهر، وهتبتدي الناس كلها تتعلم من درس أوكرانيا ومن درس غزة وغيره، إنه خلاص قضي الأمر فيما يتعلق بترتيبات القوة الجديدة. طيب هناك من يقول إن أمريكا تستطيع إشعال الوضع العالمي مرة أخرى بقضية تايوان التي تعتبرها الصين جزءا أصيلا من أراضيها. حضرتك تقول وأمريكا أيضا تعتبرها جزءا أصيلا من أراضي الصين. تعرف الأمريكان بيقولوا حاجة وفي قلبهم حاجة تانية، تعتبر ذلك أيضا جزءا أصيلا ولكن المشكلة فين؟ بأي زخائر بس يعني خلص أنا جبت السطر الأخير. بأي زخائر حضرتك هتخش تخلص هناك؟ ما خلصت يعني المخازن الأمريكية لا يوجد بها ذخيرة. ترسانات العالم كله بتعاني من مصايب في الذخيرة الآن. بمعنى كلمة الآن في كلام حوالين دعم مالي لأوكرانيا في الكونغرس، أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولم يحسم أبدا. هتجيب إيه؟ طيب في إشكال في الذخائر في العالم. طيب وغير إشكال الذخائر، يا ترى أمريكا فعلا على استعداد أن تقامر مع الجماعة اللي هم عملتها هناك أستراليا وكوريا تقامر في الدخول في إشكال عسكري مع الصين؟ هناك وجهة نظر بتقول يعني إنه الحكاية كلها هو إنه يبقى فيه ورقة ضغط بس على الصين، ولكن إذا ما طقت في دماغ التايوانيين إعلان باستقلال المسألة مش هتاخد 3-4 ساعة أصلا، لأن عرض المضيق ما فيش 100 كيلو يعني الموضوع هينتهي. ينتهي في ساعات إشكال يعني. مع الجيش الأحمر ده قضية مش طبيعية، انتحار يعني. ده ملوش علاج. وكائنا ما كان شكل السلاح الغربي، السلاح الغربي يا أستاذ فقد سمعته كاملة على أرض أوكرانيا حقيقي. صح. فما فيش داعي بقى 35 إيه وبتاع وبرادلي كل هذا وهم إعلامي. أما الحقائق على الأرض فقال الجمل أخرى تماما. في وسط ده كله ما يعنينيش غير بلادي مصر. مصر الدولة ذات السيادة المستقلة اللي محدش يعرف يمس مكانتها، وهو ده بقى الإشكال كله في المكانة. إنك تفرغ الدول من المكانة، تفرغ ليبيا والسودان واليمن والصومال، وتفرغ الدنيا دي كلها من المكانة.
عشان تخرجهم بره التأثير والفعل الدولي والإقليمي. مصر لا يمكن تكون كده. ليه؟ بسبب من الله سبحانه وتعالى اللي حفظنا، ثم قواتنا المسلحة والرؤية اللي بصت على 10-20-30 سنة لقدام فسلحت ولسه ده كان بيقول ولسه في مزيد من التسليح. انتوا بتجيبوا السلاح ده يا جماعه، احنا مش في حرب يعني، ولسه ما تدونا ناكل. اكثر تطورا كمان مما رايناه في الطريق وقد حسن. والموضوع كبير، وفي هذا العالم الذي بات يشبه السيرك مش بس الغابه، البقاء للاقوى. هنا سؤال استاذنا الفاضل، موقع مصر ايه هيكون بين الاقطاب الجدد للعالم؟ احنا علاقتنا بالعالم كله واحده. ليه؟ زي ما قلت في لعبتين بتتلعب في العالم، القمار والشطرنج. نعم. لاعبي الشطرنج اشهرهم احنا. احنا ناس بنحترم القانون الدولي، ونحن نعلم انه يعني الكلب مكيالين ده ب30 مكيالين. طيب، وناس بنحترم قواعد اللعبه فيما يتعلق بالصراعات الدولية، وناس بنحترم سيادتنا الوطنية، ما بنعتديش على حد، ما بنتدخلش في الشؤون الداخلية لحد، ومش من حق حد برضو. نفس الحكاية. طيب الناحية التانية لاعب القمار، أفتكر يعني أنا مش محتاج أدلل كم لاعب قمار حوالين مننا، كم واحد قامر ببلده، مش بس في غزة، لا، وفي السودان وفي ليبيا وقبل اليمن كده في العراق وفي العراق. نعم نعم. كم واحد كم لاعبة قمار موجودين ما بيننا ويريدون منا ان احنا نبطل بقى بلا شطرنج ولا بتخش الراجل على اللي بيجي فلوس؟ معقولة هناك معقولة السيادة الوطنية تتحط في كفة ومش عارف هيدفعوا لنا 200 مليار وخد شوية الفلسطينيين؟ معقولة؟ ما يعني ليتهم يفهمون ويعقلون كده. يعني بس هناك من يقول أستاذنا الفاضل أنه لابد أن تظهر أنيابك ومخالبك للجميع حتى يهابك الكل. حضرتك تقول إيه؟ أنا قلتها في شاشة أخرى وما عنديش مشكلة أقولها في على هذه الشاشة، بالعكس أعتز إن أنا أقولها من هذه الشاشة. كان الأوان أن يصدر عن مصر وثيقة أمن قومي. وثيقة الأمن القومي بتلزمني أنا كمصري بإيه هو الالتزام الوطني وهي المصلحة الوطنية، ولكنها تلزم الآخرين أيضا. الخطوط الحمراء بتاعتي فين؟ الآخرين في العالم كله يسمعوا من مصر. الخطوط الحمراء بتاعتي من فين لفين؟ وعلشان كده أي حد بيفكر إنه يختلق أي إشكال لازم يعمل حساب مصر قبل ما يعمل إشكال حتى عنده في منطقته، حتى وإن بعدت هذه المنطقة. يعني لو كان الحوثيون في دماغهم مصر وقناة السويس، وفي دماغهم مصر البلد اللي فيها 110 مليون بتستورد عن طريق البحر الأحمر والآخره، تفتكر كانوا عملوا ده؟ لأنه ما يعرفوش. معلش يعني لعلهم يفهموا ويعرفوا يوما ما. أنا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني. أشكرك. الضيف الكريم والعزيز الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة دليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي، نورتنا يا فندم. أشكرك. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان، يعني نلقاكم دائما على خير إن شاء الله، وحفظ الله مصر من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله.